السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في روسيا ترعى البقر تقريبا نصف السنة، ونصف السنة نقوم بإعلافها، فهل يكون فيها زكاة؟ لا، إذا لم ترعى الحول كله أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، نصف السنة أو أقل ما فيها زكاة. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.